احنا بدنا الله في كوب 28 جهزنا يعني اهم مبادرات قامت فيها دوله قطر خلال الفتره الماضيه، بيتم الاعلان عنها ان شاء الله في هذا المحفل الكبير. من ضمنها طبعا في مبادره عندنا لبرنامج خاص لاداره الكربون في دوله قطر، وهي تعتبر اول برنامج خاص من نوعه. البرنامج هذه طبعا جزء من اتفاقيه باريس اللي دوله قطر انضمت لها سنه 2016، بالاضافه الى بعض المذكرات التفاهم لها علاقه بالتنوع الحيوي مثل القرش الحوت والابقار البحر. ايضا في بعض الفعاليات الاخرى الجانبيه والانشطه الجانبيه، وهذه فرصه بالنسبه لنا ان احنا نوضح كميه الانجازات اللي صارت في دوله قطر خلال بس الاربع سنوات هذه الماضيه، ليس في مجال فقط الكربون، ايضا في مجال المواصلات، في مجالات الطاقة، في مجالات التجارة والصحة والبلدية والزراعة، في أشياء كثيرة. كل هذا الصب هي النسبة اللي أعلنت عنها دولة قطر بتخفيض قسط الانبعاثات الدفيئة إلى 25% في 2030 إن شاء الله.